بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محمود فهمي، بدرس جراحة العظام في القصر العيني. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن الراديولوجي أوف ستادلر فراكتشر. دي الريفرنسز بتاعتنا لو حابين إن إحنا نبقى نرجع لها إن شاء الله، علشان نتزود أكتر من المعلومات في الموضوع ده. الليرنينج اوتكم بتاعتنا مهمه جدا. عايزين نتكلم اول حاجه في الابلايد اناتومي على حاجتين مهمين، الكولن ثيوري والبروبيلر فورم اوف الايليك بون. وفي الاكس راي هنتكلم على الفيوز والراديوجرافيك لاينز، وفي السي تي سكان هنتكلم على ال2 دي وال3 دي وازاي الكونفيجريشن بتاع الفراكتشر بيبان فيها. لان اكيد شفنا اكس رايز وسي تيز زي ديت وعدت علينا. اتمنى ان احنا بنهايه المحاضره دي نقدر نرسم راديوجرافيك لاينز عليهم كلهم، ونقدر نوصل لكلاسيفيكيشن سهل ان شاء الله. نبدا بالاوستيولوجي. نبدا باول حاجه وهي الكولم ثيوري. دي الانيشال دروينج اللي رسمها بروفيسور جودي اللوترنال سنه 66 علشان يقولوا لنا الكولم ثيوري اللي هم وصلوا ليها للاستابلا. هم قالوا ايه؟ قالوا ان الاستابلم ده ما هو الا كافيتي. الاستابلم ده ما هو الا كافيتي اكيوباينج الايبكس اوف ان ارش فورمد باي تو كولمز، انتيريور كولم اند بوستيريور كولم. الانتيريور كولم از لونج اند ثين، بوستيريور كولم از شورت اند وايد. دي الصوره اللي من بره، واللي من جوه دي الصوره اللي من جوه البلفيك بريم، ودي السياتيك باترس. الحقيقه هم قالوا ان التو كولمز دول هاف ذا شيب اوف ان انفيرتد واي، وبعض الفرنسويين بيحبوا يسموها ايفل تاور ابييرنس علشان هي شبه برج ايفل. فدي الكولم ثيوري اللي هم اتكلموا فيها. من هنا قدرنا نحدد اللاند ماركس بتاعه الانتيريور والبوستيريور كولم. الانتيريور كولم نقدر نقول ان هو بيبتدي من الانتيريور ايليا كريست، ياخد تقريبا نص الإيليك بون، وياخد نص الهاف بتاع الاستابلم، وينزل على السبير بيوبيك ريمس والبادي اوف ذا بيوبس. عشان كده ساعات بنسميه الإيليو بيوبيك كولم، وده بنقسمه 3 سيجمنتس: ذا إيليك سيجمنت، ذا استابلر سيجمنت، اند ذا بيوبيك سيجمنت. البوستير كولم بيبتدي من الجريتر سياتيك نوتش ويمشي على الإسكيال سباين والليسر سياتيك نوتش والإسكيال تيبراستي، وبيبقى منظره زي ما احنا شايفين. الاثنين بيتقابلوا مع بعض ويعملوا الاستابلم او الكافيتي ديت. وده دايجرام برضو بيوضح لنا نفس اللي احنا شايفينه في الصوره. تاني معلومه مهمه جدا في الاوستيولوجي لازم نتكلم عليها، هي ان الانومينيت بون از هيليكال ان شيب. يعني ايه؟ يعني التو كولمز اللي احنا قلنا عليهم واي شيبد دول ان ديفرنت بلينز. Actually البلينز بتاعتهم perpendicular to each other. طب نوضح اكتر. لو دي الإيليك بون بتاعتنا محطوطة في الوضع الهوريزونتال، وده الاوبتيوريتور فورامن وده الإيليك وينج، هنلاقي ان البلين اوف ذا اوبتيوريتور فورامن is perpendicular to the plane of the إيليك بون. طيب الفورم ده بنسميه البروبيلر فورم. يعني ايه؟ يعني شبه المروحة. لو حد شاف فينا المروحة الوينج بتاعتها عاملة ازاي فهو شبه. طيب لو انا جيت اعمل اي بي فيو في الوضع ده، انا ما استفدتش حاجه كبيره، لان انا دلوقتي مش اند اون على الاوبتيوريتور بلين ولا على الايلياك بلين. انا عايز ابقى اند اون على كل بلين فيهم عشان اقدر اشوف الفول ديتيلز بتاعته. ومن هنا جت الاوبتيوريتور فيو اللي هيبقى اند اون على الاوبتيوريتور فورامن واقدر اشوفها بكل تفاصيلها، والإيليك فيو عشان أقدر أشوفه بكل تفاصيله الإيليك دي. وده المنظر اللي احنا بنحصل عليه في الآخر لما نبص على الأوبتيوريتور ونشوف الأوبتيوريتور فورامن إند أون بكل الديتيلز اللي هنحكي عليها كمان شوية. ونفس الإيليك فيو لما نيجي نتكلم على الراديوجرافيك إيفالويشن لازم نتفق على حاجة، إن الراديوجرافيك لاينز دي ما هي إلا ريبريزنتيشن للبون where the x-ray beam is tangential to the surface. يعني ايه؟ يعني انا ما اقدرش اجيب البون اللي عندي وامسك حته فيه واقول ان دي الاليو اسكيال لاين او الاليو بكتينيال لاين زي ما هنقول كمان شويه، لا خالص. ده مجرد ريبريزنتيشن للاكس-ray beam اللي وقع على السيرفس، بدليل ان احنا لما بنروتيت البيشنت بعد كده بيتشينج اللاينز بتاعته.
طيب مين اول واحد بدأ القصة دي؟ كان بروفيسور جودي، وحب ان هو يشوف الكوريليشن بين البونز والاكس راي، فحط وايرز سبكوندرال وايرز جوه الايلياك بون، وابتدى يصور وابتدى يتعرف على اللاينز بتاعته ويعمل كوريليشن بين الاناتوميكال ماركس وبين الاكس راي فيوز. ومن هنا قدرنا نعرف ان الراديوجرافيك ايفالويشن هي جودي فيوز، دول الاثنين اللي معانا، وفي نفس الوقت السي تي سكان طبعا لا غنى عنه. دول الانتروبوستير فيو والإيرياك اوبليك فيو والاوبتيوريتور اوبليك فيو، دول المنظر بتاعهم. ما ننساش واحنا بنعملهم، لو انا عملت اوبتيوريتور اوبليك فيو انا غصب عني عملت إيرياك اوبليك فيو على الناحية التانية. نفس الكلام لو انا عملت إيرياك اوبليك فيو على الناحية دي عملت اوبتيوريتور على الناحية التانية. وياريت واحنا بنعملهم نعمل complete visualization للهول pelvis عشان اقدر ادياجنوز any missed injuries او compare بين الانجرد and the uninjured site. هنبدأ بالAP pelvic radiograph. طبعا هي اصلا بتتعمل كبارت من الATLS protocol للpolytrauma patient. نقدر نشوف فيها associated pelvic injuries و bilateral acetabular fracture و femoral head fracture و fracture displacement و congruency of the femoral head. اهم حاجه ان انا اقدر اعمل كلاسيفيكيشن للاستابلر فراكتشر باستخدام السكس راديوجرافيك لاينز المهمه جدا اللي هنقول عليهم دلوقتي. تعالوا نشوف الدايجرام ده للاي بي فيو ونبص على السكس راديوجرافيك لاينز. اول لاين اللي طلع بالاحمر هو الايليوبكتينيال لاين من اسمه، يمتد من الايليك بون للايليوبكتينيال امينس، وده بيرفلكت الانتير كولن. ثاني لاين هو الايليو اسكيال لاين، يمتد من الإيليوم لحد الإسكيوم، وده بينكلود البوستير كولا. الراديوجرافيك يو أو التير دروب دي انكلود جزء من الأنتيريور وجزء من البوستيريور، وهنتكلم عليها بالتفصيل كمان شوية. الروف انكلود برضو جزء من الأنتيريور وجزء من البوستيريور. الأنتيريور ريم الانكلودينج الأنتيريور وول، والبوستيريور ريم الانكلودينج أو ريفلكتينج البوستيريور وول. تعال نشوف السكس راديوجرافيك لاينز دول على الموديول بتاعنا وعلى الاكس راي. دي رسمه الايليوبكتينيال لاين على الاكس راي اللي ريفلكتنج الانتيريور كولن، وده رسمه الايليو اسكيال لاين اللي بيرفلكت البوستيرير كولن. البوستيرير ريم اللي ريفلكتنج البوستيرير وول، والانتيريور ريم اللي ريبريزنتنج الانتيريور وول. ثم الدوم او الروف، وده بيبقى شكله من جوه عشان كده بيبقى ريفلكتد بالمنظر ده في الاكس راي، وهنتكلم على الدوم كونسبت كمان شويه. ثم التير دروب اللي هي بتريبريزنت الكوتايلويد فوسا من جوه والكوادريلاترال بليت من بره، وهنتكلم برضو عليها بالتفصيل كمان شويه. دول السكس راديوجرافيك لاينز المهمين جدا اللي لازم نعرفهم في الاي بي فيو. طيب هنتكلم عن الاوبتيوريتور او الانترنال اوبليك فيو، بنعمله ازاي؟ بنعمل elevation للانجرد سايد 45 درجة بحيث ان الاكس راي بيم تبقى perpendicular على الاوبتيوريتور بلين. عشان احصل على perfect اوبتيوريتور اوبليك فيو انا محتاج ان الانتيرير سبيريور ايليك سباين يبقى سوبر امبوزد على البوستيرير سبيريور ايليك سباين. بالتالي انا عندي lowest cross section هنا في الايليك بون، وعندي highest cross section ناحية الاوبتيوريتور فورامن، وشايفها end on ودورية وجميلة، وده المنظر اللي انا بشوفه هنا في الاكس راي. طيب ايه الاربعه الفاندمنتال لاند ماركس اللي بشوفهم في الاوبتيوريتور اوبليك فيو؟ مهمين جدا. الانتيريور كولم، اي فراكشر في الانتيريور كولم هيبان هنا. الاوبتيوريتور فورامن، وكذلك البوستيريور وول، اي فراكشر في البوستيريور وول هتبان هنا، والروف. طيب لما نيجي نتكلم على الايلياك او الاكسترنال اوبليك فيو هنعمله ازاي؟ هنعمله بالعكس، هنرفع الان انجرد سايد 45 درجه، وبالتالي الاكس راي بيم هتبقى دايركتلي بيربنديكولار على الاليك وينج بلين، وهشوف المنظر ده قدامي. هقدر اشوف الكونفيجريشن بتاع الجريتر سياتيك نوتش والاسكيال سباين والليسر سياتيك نوتش والاسكيام، كاني شايف الاسكيام على سيفه اند اون. بالتالي اقدر اشوف 3 فاندمنتال لاند ماركس مهمين قوي
البوستيريور كولم بالكامل والإيليا كوينك وكذلك الانتيريور وول. تعالوا نرجع للسيكس راديوجرافيك لاينز اللي قلنا عليهم بنشوفهم في الاي دي فيو وبنشوف بنرسمهم ازاي. دي الانتيريور لاترال ليم اوف ذا استابلم مور اور ليس هوريزونتال لحد اللور بوردر اوف ذا سوبيريور بيوبيك ريمس. عشان كده بنقول ان انت لو حابب ترسم الانتيريور وول ابدا من اللور بوردر بتاع سوبيريور بيوبيك ريمس مور اور ليس هوريزونتال لحد ما توصل لللاترال كرينيال بارت اوف ذا استابلم. طيب البوستيريور وول على عكسها هي بتمشي مور اور ليس فيرتيكال او ستريت لحد اللاترال بوردر اوف ذا اسكيم. عشان كده برضو بنقول ان لما تحب ترسم بوستيريور وول ابدا من اللاترال بوردر اوف ذا اسكيم فيرتيكال او ستريت لحد ما توصل ل اللاترال بارت اوف ذا اسكيم. الايليو اكتينيال لاين اللي قلنا ان هو بيرفلكت الانتيير كولم، حقيقه الانتيير 3 فورس منه بيريبريزنت البلفيك بريم، واخر بوستيريور 1 فورس بيريبريزنت الروف اوف ذا سياتيك باتريس. الإليو إسكيال لاين اللي في ريبريزنت البوستيريور كولم ده بيمشي تانجنت لاترال بليت. وفي التجربة الحقيقة اللي عملها جوديه لما عمل السكوندرال وايرز جرب انه يشيل الكوادريلاترال بليت ويصور البلفيك بون من غيره، فطلع فعلا ان اللاين ده انترابت. التير دروب تعالوا نشرحها كده بشكل يعني دقيق شوية. لو تخيلنا ان ده الاكسيال كات بتاعه الاستابلم والاكس راي بتقع بهذا الشكل، من جوه هنا في الاسيتابلر فصة او الكوتايلويد فصة من ناحيه الفيمورال هيد، ومن بره هنا في الميديال سايد اوف ذا استابلم او الكوادريلاترال بليت. الاكس راي لما تقع على المنطقه دي تبقى ريفلكتد على الاكس راي دي على الفيلم ده بمنظر التير دروب. طب عايزين نكون اكثر دقه، هنقول ان التير دروب دي ليها اكسترنال ليمب ناحيه الفيبرال هيد، ودي اللي احنا قلنا اللي هي فيها الكوتايلويد فوسا او الاستابلر فوسا بالظبط بالظبط الميدل وان ثيرد اوف ذا كوتايلويد فوسا، وليها انترنال ليمب ناحيه الفيلفيك بريم، ودي اللي احنا قلنا ان هي ريبريزنتنج الميديال وول اوف ذا استابلم او الكوادريلاترال بليت، بس بالظبط حته منه معينه اللي هي الاوتر وول اوف ذا اوبتيوريتور كانال اللي بيمشي فيها الاوبتيوريتور نيوروفاسكولار باندل، بينما الانفيريور بوردر ده هو الكونكشن ما بين البيوبس والاسكيم اللي هو اسمه اسكيو بيوبيك نوتش. نتكلم على الروف. الروف هي بتريبريزنت السبيريور ويت بيرنج اريا اوف ذا استابلم، وهي الموست امبورتنت بارت فيه لان هي الويت بيرنج بارت، وده اللي خلانا بعد كده نتكلم على حاجه اسمها الدوم كونسبت. اول واحد اتكلم عليها هو متى وعمل حاجه اسمها روف ارك انجلز. هدف متى من الروف ارك انجلز كان ان هو يطور على طريقه يقدر يديترماين بيها الانتكت استابلم اللي سفيشنت تو مينتين ستيبل اند كونجرنس ريليشن شيب وذ ذا فيمورال هيد. طيب عملها ازاي؟ استها ازاي يا متى؟ قال انا هجيب فيرتيكال لاين من السنتر بتاع الفيمورال هيد، وفيرتيكال لاين تاني هطلعه يطلع من فراكتشر لاين، وقيس الانجل دي في كل الفيوز في الاي دي فيو وسماها ميديال روف ارك انجل، وفي الاوبليك فيو سماها انتيريور، وفي الايليك فيو سماها بوستيريور. لو كلهم اكتر من 45 درجه يبقى انا عندي الدوم بتاعت الاستابلم الجزء الاكبر منها انتكت، وبالتالي اقدر اخد قرار ان الفراكتشر ده يمشي كونزرفتيف مش اوبتر. الكلام ده رجع فرهاس ريفايزد في 99 وقال ان البوستيريور روف ارك ماتش مور امبورتنت ذان ذا انتيريور روف ارك. عشان تبقوا متخيلين القصه، لو انت جوه الاسيتابلم من هنا وحبيت كانك بترسم ببرجل، حددت هنا انجل من قدام وانجل من ميديال وانجل من بوستيريور، وتلف البرجل ده داير ما يدور، هو ده المقصود بالدوم كونسبت والمتا روف ارك. يعني في حاجه اسمها جال تايم اللي هي بتدل على امباكشن للدوم او امباكشن للروف، بتحصل كومنلي في الالدرلي بيشنت with underlying osteoporotic wounds لما الهيد تخبط جامد في الروف بتاع الاستابلم سواء في سنترال هيد ديسلوكيشن او في البوستيريور ديسلوكيشن. طيب هنتكلم عن السي تي سكان.
بنعمل سي تي سكان ليها، ممكن اشوف حاجه اسمها مارجنال امباكشن، ممكن اشوف الفيمورال هيد انجري، ممكن اشوف الريتيند انترا ارتيكولار فراجمنتس، ممكن احدد الكونجرنسي اوف ريدكشن، واحدد كمان النون ديسبليسد فراكتشرز. ايه كمان؟ بنشوف الوول فراكتشرز، بنشوف الديجري اوف كومينيوشن، بنحدد الفراكتشر لاينز مش فيجواليزد في الريديوجراف، نقدر نوصل للاورينتيشن اوف ذا فراكتشر لاين والروتيشن بتاعه، ونعمل اسسمنت للبوست اوبرتيف ريدكشن فيكسيشن، ونبص على السيكرو ايلياك جوينت والبوستيريور بيلفيك رينج. السي تي اي كاتس كلها مهم، بس احنا بنركز اكتر على الاكزيال كاتس لان هم بيدونا اكتر صوره وتخيل على كلاسيفيكيشن اوف فراكتشرز. لو تخيلنا ان ده الاستابلم وهبتدي اقطع السي تي بهذا الشكل وابص عليه من فوق اكزيال، الكات اللي عند الدوم دي هتبان بالمنظر ده، الكات اللي عند الابر بارت اوف ذا اسيتابلم هتبان بالمنظر ده والسي صغيره، والكات اللي بالمنظر ده في الميدل بارت اوف ذا اسيتابلم هتبان بالمنظر ده والسي هتبقى كبيره. تعالوا نبص على سي تي للهول بلبس من فوق لتحت ونديله ارقام من 1 ل 15 ونشوف. واحد ده يريبريزنت الكات اللي فوق الانتيريور سوبيريور ايليك سباين، اثنين هيريبريزنت الانتيريور سوبيريور ايليك سباين، ثلاثه هيريبريزنت السيكرو ايليك بوينت، اربعه هيريبريزنت السيكرو الجريتر سياتيك نوتش زي ما انتم شايفين اربعه قطع هنا، خمسه هتريبريزنت الانتيريور انفيريور ايليك سباين مع السوبرا استابلر بارت، ستة دي أول كات مهمة جدا والستارت اوف ذا كاتنج اوف ذا استابلم اللي احنا شايفينه ده اللي هو الاوفرلاب ما بين الفيمورال هيد والدوم اوف ذا استابلم، دي الكات بتاعت الدوم وأول كات لينا. بعدين upper part of the acetabulum، middle part of the acetabulum، lower part of the acetabulum لحد ما نوصل للإسكيم، وبعدين رقم 13 نشوف الباند دي اللي ما بين البيوبيك بون والاسكيم اسمها اسكو بيوبيك بارت، اللي ساعات بنشوفها مكسوره في التي فراكتشرز اللي هيكلمها عليها بعد كده دكتور محمد عبد المنعم، لحد ما نوصل للسيمسس بيوبس من قدام. طيب ايه الكاتس المهمه اللي انا ببص فيها علشان احدد الاستابلر فراكتشرز؟ الكاتس اللي من اول 6 لحد 12، ممكن نبص كمان على 5 وممكن نبص على 13 زي ما قلنا. الكولمز والوولز بتبان ازاي في السي تي؟ لو احنا تخيلنا ان في لاين هوريزونتال بالشكل ده بيقسم الجزء ده انتيريور وبوستيريور، ولاين تاني بيقسم الاستابلم ده لاترال ادميديال، يبقى هنقدر نقول ان الجزء اللي قدام ده هو الانتيريور كولم واللي ورا ده البوستيريور كولم. طب الجزء ده انتيريور كولم والجزء ده بوستيريور كولم، طب الحته الصغيره دي اللي شبه التراينجل الريم الصغير ده التيبر ده هو ده الوول، سواء كان في القط بتاعه الابر بارت اوف ذا استابلم او في الميدل بارت اوف ذا استابلم. وادي شكلها على السي تي، دي الدوم كات انتيريور وبوستيريور ابر بارت اوف ذا استابلم، ادي الوول ادي الكولم، ادي الوول ادي الكولم، ميدل بارت اوف استابلم الوول هي التيبر الصغير تلانجل الصغير ده والكولم وكذلك بوستيريور. نبص عليها تاني، ادي اللاين اللي بيبايسكت الفيمورال هيد واللاين التاني، وادي التيبر الصغير ودوت الكولم، وادي الوول وادي الكولم، ودي القط بتاعت الدوم يبقى ما فيش وولز، يبقى ده الكولم وبوستيريور، ونفس الكلام هنا في الانفيريور بارت، وده شكل الوار بيبان بالمنظر ده 3 تي بالمنظر ده، حتى عشان كده احنا بنشبهه بالساند بتاعت الجولف بول كانها بتعمل ديبننج للسوكت اوف ذا استابل. طيب لو انا عايز اشوف الاورينتيشن اوف ذا فراكتشر في السي تي، لو انا بصيت عند الكات بتاعت الدوم ولقيت هوريزونتال لاين اوف فراكتشر يبقى ده فراكتشر اوف كولم. طب لقيت الفراكتشر لاين فيرتيكال يبقى وانا مغمض it is diagnostic it is the pathognomonic sign of transverse fracture. طب لو نزلت للكات بتاعه الابر بارت اوف ذا استابلم او الميدل بارت او اللور بارت ولقيت فراكتشر
فيرتيكال او اوبليك ناحيه الريم الصغير الترينجل الصغير ده، يبقى ده فراكتشر للوول. نبص تاني هوريزونتال فراكتشر عند الليفل بتاع الدوم يبقى فراكتشر اوف 1 اوف 2 كولن، اوبليك فراكتشر او فيرتيكال فراكتشر تحت الليفل بتاع الدوم وعند التيبر يبقى ده فراكتشر للوول. طب نبص تاني هوريزونتال لاين عند الدوم فراكتشر عند الدوم كات يبقى كولن فراكتشر. طب فيرتيكال فراكتشر عند الدوم كات وانا مغمض باثوجنومونيك ترانسفيرس فراكتشر. نقول تاني هوريزونتال فراكتشر عند الليفل اوف ذا دوم او حتى تحت الليفل اوف ذا دوم يبقى كولن فراكتشر. فيرتيكال لاين ناحيه التيبر الصغير التراينجولر الصغير يبقى فراكتشر اوف ذا وول. تاني ده الكات بتاعت الابر بارت اوف ذا اسيتابلم، وادي عندي فيرتيكال لاين اهو او اوبليك ناحيه التيبر الترينجولر الصغير يبقى فراكتشر للوول. انما هوريزونتال فراكتشر عند الدوم ليفل يبقى كولم فراكتشر. طب اقدر احدد اني كولم المكسور انتيور او بوستيريور؟ اه ممكن. لو انت تخيلت اللاين اللي بايسكت ده اللي اتفقنا عليه واحنا عاملين ده البوستيريور هو براونش والانتيريور هو جرينش، لو البراونش ده هو اللي سايب اللاين وديسبليسد وده اللي في مكانه يبقى ده فراكتشر للبوستير كولن، بينما العكس لو الجرينش ده اللي هو الانتيريور كولن ساب اللاين ده واتحرك من مكانه يبقى ده فراكتشر للانتيريور كولن. طب لو الاثنين ديسبليسد يبقى ده فراكتشر للتو كولن. تاني vertical fracture عند the level of the dome pathognomonic diagnostic transverse fracture. والtransverse fracture بيقسم الأسيتابلم لتو parts lateral part superior وmedial part inferior. دكتور عبد المنعم ان شاء الله يكلمكم عليه بالتفصيل. هل انا اقدر احسب الروف arc measurement في الـ CT؟ اه ممكن. اولسن المادة في 93 قالوا لو خدنا السوبيريور 10 مليمتر من الدوم اللي هم ايكويفلنت للكات من اول 5 لحد 8 هم دول اللي هنعتبرهم الروف ارك، ودول لو انتكت اقدر اخد قرار بان الكسر ده يمشي كونزرفت. اخر حاجه هنتكلم على ال 3D CT اللي هو طبعا بيوضح لنا كل الديتيلز وبيعمل لنا مابنج كويس للفراكتشرز وبيفيدنا جدا في البري اوبرتيف بلاننج، يدينا جود اوفر اول بيكتشر للفراكتشر وجود فور تيتشنج بيربوس. ممكن اشيل منه الفيمر واشوف كمان السايد اوف ذا استابلم، ممكن اعمل منه روتيشن للبلفس ويغنيني كمان عن الاوبتيوريتور فيوز. وان كان لازم الاول تبقى تريند كويس جدا على الاكس رايز وعلى ال 2 دي كنوع من انواع الاكسبيرينس، بعدين تبص على ال 3 دي. تيك هوم مسج بتاعتنا ما تنساش الكولم ثيوري، ما ننساش ان النومينال بون از هيليكال ويز بروبيلر فورم. الثلاثه فيوز مهمين جدا جدا فور فراكتشر اسسمنت، الاي بي والبوث اوبليكس، وعرفنا ليه بنعمل البوث اوبليكس. السكس راديوجرافيك اسيتابلر لاين شود بي كيرفولي انتربريتد. السيت سكان از اسينشال تول، والدون كونسبت اقدر احسبها في الاكس راي بروف ارك انجل او حتى في الـ CT بالهاير 1 سنتيمتر اوف ذا دوم. ثانك يو فيري ماتش.